نتذكر بحنين أياما مضت طواها الزمن. لتحيا للأبد في مخيلتنا وفي وجداننا. نتذكر من يعيد نسجها لتنبض بالحياة من جديد. تتضح معالم المكان من هنا في قطر، حيث النمو والازدهار، حيث الأصالة تجري في العروق، مستوحاً من عبق الماضي العريق ومصمم للمستقبل. مكان يجسد تقاليدنا وإرثنا في تناغم يجعل الإنجاز احتفالاً بالحياة. ولكي تتسع الرؤية يمتد المكان على مساحة 5,500,000 متر مربع ليضفي بهجة الحياة على شواطئ الخور. يرتقي في هذا المكان أحد معالم قطر الحديثة وتاريخ الخور الغني وملاذ مجتمع النابض. في الخور يزدهر أرجوان، مثلما ألهم البحر أجدادنا خرج اللون بأطيافه من أصداف صبغت رمال الشاطئ ونسجت لها في كل بيت ظلالة وفي كل محطة من تاريخنا أثراً ولوناً. فكان اللون زياً وبيتاً وصورة ووطنا لبداية جديدة. تجسد أرجوان قطر المستقبل صورة للأصالة والحداثة والنمو الاقتصادي والازدهار، صورة للتراث والثقافة والبيئة الساحلية الغنية وشغف الإنسان، مع مراعاة كاملة للطبيعة وبتصميم هندسي فريد ومبدع يحاكي بانسيابية الفن المعماري القطري الحديث. أرجوان لوحة تزدهر بألوان الحياة لمجتمع متعدد الثقافات يضم أكثر من 65,000 نسمة، ممتداً على مقربة من مركز الأعمال في الخليج الغربي ومطار الدوحة الدولي. يعطي أرجوان بعداً مثالياً لاقتصاد المستقبل ومحطة هامة تجاور مشاريع الطاقة الحيوية. مستوحاً من إرث عريق يضم أرجوان عدة قطاعات تتفرد كل منها بشخصيتها وخصوصيتها. مكان ولد من مفهوم التكامل والتناغم مع البيئة. ومكان يضم جميع ضروريات الحياة العصرية
من مدارس ومساجد ومراكز أعمال وتسوق ومرافق سياحية وترفيهية، أسطورة تستعيد الحياة. أرجوان، النسيج الذي تحيا فيه ألواننا وتستيقظ أحلام غدنا المشرق على وقع فجر جديد. رؤية نسجت من ثقافة قطر وتلألأت في أرجوان. أرجوان، احتفل بالحياة.